خلينا نروح للاستاذ محمد مجدي مدير تسويق مرسول مصر برضه، ونهنئه بهذا الشكل الرائع الحقيقه اللي ظهر بيه مرسول على تيشيرت النادي الاهلي. الف مبروك طبعا يا استاذ محمد وجودكم على تيشيرت النادي الاهلي، وثانيا الف مبروك طبعا البطوله رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لبطوله السوبر الافريقي. كابتن اسلام الله يبارك فيك، مبروك لنا كلنا. يمكن احنا الحمد لله كان اول ظهور لنا مع النادي الاهلي، واحنا بنشرف يعني بنتشرف ان احنا موجودين في حدث زي ده، وفي بطوله زي دي والاهلي الحمد لله يعني ربنا اكرمه وقدرنا نفوز بالبطوله الحمد لله. يعني استاذ محمد، البعد التسويقي لاختيار النادي الاهلي كان ايه؟ كان يعني الاهلي دايما فريق عظيم، ودايما معودنا على انه لازم بيسعى لحقق اهدافه، ولازم يحقق بطولاته في اسرع وقت ممكن. يمكن ده كان جانب تسويقي مع مرسول، لانه مرسول النهارده احنا بنستهدف ان احنا نوصل احسن خدمه لعملائنا باسرع وقت ممكن وفي لحظات الحرجه. احنا ابلكيشن او تطبيق التوصيل ده عند الطلب، والنهارده قايم على فكره ان العميل دايما عنده حاجه محتاج يوصلها في اسرع وقت وينجزها له في وقت هو محتاجه. دايما الاهلي معودنا على ان احنا لما بنحتاج الاهلي بنلاقيه، دايما معودنا على ان احنا محتاجين هدف بنلاقيه. ربطنا ده باسم الاهلي، وربطنا ده بالكونسيبت بتاع الدقيقه 90، والاهلي النهارده الحمد لله اكرمنا في الدقيقه 90. هتحس ان السيناريو معمول يعني. صحيح الحمد لله، يعني الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، لانه الحقيقه انتوا اجتهدتوا في ظرف يعني 3 4 5 ايام، او طبعا انا عارف ان في من قبلها فتره طويله، ولكن في ظرف 3 4 ايام اجتهاد شديد جدا. انا عارف ايه اللي حصل في قطر وايه اللي حصل قبلها هنا في مصر، فكان الموضوع كان، لكن في النهايه ظهر بشكل رائع الحقيقه. يمكن احنا الحمد لله كان في توفيق من عند ربنا كبير، احنا في 5 ايام قدرنا نحقق اهداف كتير قوي من شراكتنا مع نادي الاهلي. يمكن اهمها وكنا احنا مركزين عليه ان احنا مش بس البعد التسويقي، كمان البعد النفسي. احنا كنا اشتغلنا على سواء على اللعيبه والجمهور، اشتغلنا مع الكابتن عمرو السوليه ان احنا اهدناه كاس احسن توصيله على الاسيست بتاعه في ماتش مباراه الزمالك، احسن توصيله في 2021، وده كان لرفع الروح المعنويه من كابتن عمرو السوليه. في الجانب الثاني مع الجمهور كنا اشتغلنا معاهم على حملات تسويقيه ان نكسب الناس التيشيرت، وطبعا تيشيرت الاهلي بيمثل طبعا حاجه قيمه كبيره جدا للجمهور الاهلي، فكان هدفنا كمان الجزء التسويقي ده بره الجزء الخاص بالطلبات وزياده عدد الطلبات بتاعتنا. كنا مركزين كمان ان احنا ندعم النادي وندعم الجمهور اللي هو حمى النادي زي ما بيقول يعني. تمام، ما هو قادم بقى ان شاء الله؟ يعني اعتقد شراكه ناجحه وشراكه رائعه ما بين، وبتؤكد القوة التسويقية للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي واسم مرسول. الحقيقة أنه اسم كبير وبيكبر أكتر مع النادي الأهلي وينطلق في مصر مرة أخرى. يمكن إحنا لما أعلنا عن الشراكة بتاعتنا مع النادي الأهلي أطلقنا شعار أول خطوة مع نادي القرن. الخطوات مش هتقف هنا، دي كانت أول خطوة مباراة السوبر، إن شاء الله في خطوات قادمة بإذن الله هيكون في القريب العاجل بنعلن عنها بشكل واضح، والخطوات حتى مش لمجرد الموسم الحالي، احنا ان شاء الله عندنا خطه طويله المدى. يمكن احنا في السعوديه كمان كان عندنا تجربه مع مرسول بارك، استاد مرسول بارك، ان احنا نعمل في الحقوق التجاريه باسمه ولمده 50 سنه، وده كمان احد الاهداف اللي احنا باصين عليها على اللونج تيرم في مصر. وطبعا كان الاهلي هو بالنسبه لنا رقم واحد لاسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت لربط الجانب التسويقي بتاع مرسول باهداف الاهلي ان شاء الله. الحقيقه يا استاذ محمد، يعني كل الافكار اللي اتعملت هي افكار جيده جدا وافكار رائعه ومستوحاه طبعا من امور كثيره جدا، ومن شراكه النادي الاهلي دائما مع مرسول. الكبير دايما بيبقى مع بيعمل شراكه مع الكبير يعني، وبالتالي افكار رائعه انا بهنيك عليها الحقيقه، وبهني كل التيم اللي اشتغل عليها خلال الفتره السابقه. الله يخليك يا فندم. طبعا من هنا انا بحب اشكر كل اللي ساعدنا ان احنا نطلع الحمله بالشكل ده، فريق النادي الاهلي، فريق الميديا بتاع النادي الاهلي، فريق شركة برزنتيشن، والمساعدة اللي قدموها لنا في حدود 5 ايام يعني ان احنا نطلع بالشكل ده، كان الحمد لله عندنا مساعدة من جميع الاطراف. يعني انا بشكرك جدا يا استاذ محمد، الاستاذ محمد مجدي مدير تسويق مرسول مصر. الحقيقه وزي ما قلت لحضراتكم ضيف جديد لازم كنا نرحب بيه، لانه الحقيقه برضه ضيف وله نكهه خاصه. الحقيقه نكهته الخاصه كانت ازاي؟ احنا خدنا البطوله الثانيه السوبر الافريقي الثاني على التوالي، ورقم 8، والبطوله رقم 24 اللي بتقربنا من ريال مدريد، وبالتالي احنا عندنا جزء بعد محلي وبعد افريقي
وبعد عالمي، والبعد الاقتصادي